اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني هذه الفقره نجومنا كابتن سيد معوض. صباح الفل. صباح الفل يا استاذ محمد. انا مش عارف صباح من مسا الاهلي عملوا فينا النهارده. بصراحه ايه ده؟ يعني ماتش وحش قوي بصراحه، يعني لا كل حاجه فيه غلط. يعني عارف انت الماتشات يبقى اداء لعيبه غلط، تكتيك غلط، بدنيا الفرقه وحشه، تركيزيا وحشه، الجهاز نفسه غلط. يعني كل يعني هندخل بالتفصيل كمان شويه، بس العنوان الرئيسي يعني للنسيان. ماتش للنسيان بس او ماتشين. حط عناوين اهو. طبعا طبعا حط مانشيتات كابتن. طبعا انا قاعد معاكم بقى ليل ونهار بقى، فلازم اتعلم حاجه. العشره بعد كده هنخليه يمسك العنوان. لا لا طبعا نعمل جورنال وكابتن سيد اللي يحط المانشيتات بتاعته. لا هو الاهلي بيبقى عنده حد. خد مساء الفل. مساء الفل مساء يعني صباح الخير ومساء الفل يعني ارسع لبر. ما انا رجعت افتكرت ان احنا بنتكلم. تمام. هي مست الاهلي ان هو برضه عنده حد ادنى. يعني ده يعني لا ده دعاء جمهور. اسوء ماتش ده دعاء. ده بالدعاء دعاء يعني الناس كلها بتعرف تدعي يا استاذ. لا بصراحه بس ده دعاء. الناس بتعرف تدعي. يعني الناس كلها بتعرف تدعي. دي السبب اللي الاهلي يتقال. ما هو زي يقول لك ايه، اصل محمد صلاح امه ده عياله. يعني الناس دي كلها امها مش لعيالها. ما عادي هو اجتهاده وبتاع. يقول لك اصل محمد صلاح ده ربنا كرمه. لا ما هو امه ده عياله. ما الناس كلها امها بتدعي له. ربنا ممكن يديك في حاجه ثانيه. لا ما يعني ما الناس كلها بتدعي. ربنا يدي الصحه. الناس كلها وجميع كلها بتدعي يا استاذ شباب. الناس كلها بتدعي. لا هي الاهلي لا دي ميزه مش بيبقى عنده الحد الادنى. ان هو حتى ماتش سيء ماتش وحش ماتش 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 بس ما خرجش بالبطوله. يعني في الاخر يعني تلاقي برضه حافظ على الحد الادنى ان هو يستمر. بمعنى ان قدام صن داونز هتلاقي اهلي مختلف، مش هتلاقي الاهلي اللي كان بيلعب النهارده. بس الاداء ده لو مع الفرقه بجد انت عارف مشكلة. انت عارف عقوبه لعيبه الاهلي ايه؟ المفروض يجيبوهم يتفرجوا على الماتش تاني عشان زي ما الناس اتعاقبت كده هم يتعاقبوا ويشوفوا كانوا بيلعبوا ازاي. دي هتلاقي يعني اكبر عقوبه. لا ماتش من زمان ما شفناش ماتش زي ده يعني. مش كده؟ لا طبعا. انا امبارح كنت معترض على رد فعلك قفشه لما زميل لينا بيساله امبارح في انت عارف نظام البطوله دي بتعمل ربع ساعه كده للاعلام قبل الماتش بيوم وفي مؤتمر عكس البطولات التانية يعني. فاحد زميل لينا بيساله بيقول له اسمه اسلام زميلنا بيساله يعني ايه تفسيرك للفرص اللي بتضيع؟ قال له انت مش من حقك تسال السؤال ده. بس المدرب هو اللي سالني سؤال. فكان منفعل بشكل انا اندهشت وانا على الهوا امبارح في الحلقه بقى. احنا بنذيع اللقاء يعني. بس اداني انطباع ان في توتر. يعني اولا من حق الصحفي انه يسال. فعلا الاهلي بيضيع فرص كتير. الماتش الاولاني كان بيتكلم زميلنا على الماتش الاولاني. لان دي حقيقه. وحتى النهارده كان في فرص كتير. فرص بتضيع وبشكل غريب. ضاعت يعني. وبشكل غريب. بس هل في توتر؟ يعني ومش مبرر ليه؟ انت بتلعب سيمبا وانت مستقر وانت حامل لقب بطوله افريقيا. يعني كل الشواهد بتقول ان انت اقرب واحسن وافضل. يعني في حاجات لازم اطلعها من الاسباب اللي هي بتاعه التعادل او الاداء السيء. طلع التوتر، طلع الاجهاد، كل الكلام ده بره الموضوع. انت بتلعب فرقه يعني اقل ما يمكن ان انت تكسبها 3-0 وانت مريح. طبيعي النهارده الشوط الاولاني تبقى كسبان ومريح، الشوط الثاني بعد الدقيقه 50 او 55 تبدا تريح اللعيبه تغييرات كلها عشان الماتش الجاي وتعمل تجهز لعيبه ثانيه. يبقى ده الامور الطبيعيه. خصوصا الماتش جاي بعد 5 ايام. دي الامور الطبيعيه. دي الامور الطبيعيه اللي كانت لازم تحصل ما حصلتش. الشوط الاولاني النهارده النادي الاهلي يعني في بعض الناس بتقول ان هو اداء كان كويس في الشوط الاولاني. لا انا بشوف حتى الشوط الاولاني ما كانش ما فيش حاجه. يعني هو مش كويس بس احسن من الشوط الاولاني. وحش التاني اوحش. بس فالناس ارتضت بالوحش. يعني انا قصدي ما فيش حاجه مقصوده في الملعب. لا. يعني مش في جمله انت بتعملها 3-4 مرات فانت بناء عليها بتقول ايه انا مركز على دي. الشوط الاولاني لعيب معين مثلا هو في اعلى فورمه بالنسبه له. انما كلها حاجات تيجي بقى على التكمله بقى بين الشوطين والشوط التاني. المدير الفني هو دوره بين الشوطين ده المهم جدا. انا توقعت هيغير ان ده انا راهنته احنا قاعدين نتفرج. انا توقعت ان هو يغير. انا يعني ايه مش يغير بس يعني انا قلت مثلا انت ممكن تاخد الريسك حتى انا ممكن اغير 5 تغييرات ولو حد اتعور حتى هلعب ناقص لعيب عادي. ليه؟ بس عادل للفرقه لان حاله الفرقه كلها يعني وحش. انا متخيل ان هو في المؤتمر الصحفي. انت بتتكلم على الشوط الاولاني دلوقتي. الشوط الاولاني انا متخيل في المؤتمر الصحفي ان هو كان يقول انا مثلا غيرت التغييرات الكتير دي لو كان غيرها فعلا ولو عندي اكتر كنت غيرت عشان حلت عدد من اللعيبه. انت قصدك هنتكلم بواقعيه. طبعا طبيعي. انت دلوقتي لو جيت اختار نجم من نجوم المباراه
او اتنين تلات لعيبه من النادي الاهلي تقول لي ان هم كانوا كويسين النهارده، ولا حد. قولي الاسماء، مش هتلاقي. انت بتلعب فرقه هي اصلا ومعاها كوره هي مش عارفه بتعمل ايه. يعني سيمبا اول ما الكوره تتقطع هم بياخدوها فرقه عشوائيه تماما، ما بيعملوش هجمه. حتى الجون اللي جا تعرف يعني الراجل لما لعب بدماغه هي كانت رايحه للشناوي. يعني هي رايحه سهله جدا، هي حظهم ان هي جت في واحد تاني. انما انت لو بتلعب فرقه، ده في لعيب في سيمبا وصل لل 18 بتاع الاهلي ثلاث اربع مرات، يبقى عنده حلين، واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال، بيقوم شايط ويشوطها في جسم اللعيب بتاع النادي الاهلي، في جسم رامي ربيعه او في جسم بشعر شويه، صح، او في جسم عبد المنعم ثلاث اربع مرات. انت عارف ده لو رفع بس وشه عشان يشوف هيلاقي حطه هو الجون على يمينه، ده هو الجون، واتكررت كذا مره، ثلاث اربع مرات. فهي النقطه، لا النادي الاهلي النهارده لا مش في حالته تماما، ولا كولر في حالته. كولر انا نقطتي معاه، حتى الاداء ده انت مش شايفه ان هو وحش، يعني دي غريبه، الاداء باين جدا ان هو وحش. حاله اللعيبه، حد التاخير في التغييرات، انا مش يعني ما غيرش يا كابتن، مش التاخير يعني ما غيرش التغيير يعني غير اللي عمله الاخير في الدقيقه 90 او 88. انا بتكلم في ايه؟ ان انت حتى يعني صديق الخضري، لو عايز تريح اللعيبه، لو انت كنت هتعمل تغييرين قبل ما تجيب الجون، بعد كده رجعت فيهم اول ما جبت الجون، طب بناء على ايه؟ ما انت اكيد حاله اللعيب ما اتغيرتش. كهربا جاب الجون، بس شوف ضيع كم فرصه، شوف حالته من بدايه المباراه، شوف ديانج حالته من بدايه المباراه عامله ازاي، شوف حسين الشحات حالته من بدايه المباراه عامله ازاي. في لعيبه كتير، مروان، حته ان انا بلعب باثنين اللي كان فارق مع النادي الاهلي الفتره الاخيره القريبه دي، كوكا وامام جنب اهلي وديانج، ان في لعيبه مختلفه. اول ما تلاعب باثنين شبه بعض هتلاقي الموضوع، وخصوصا ان انت بتلاعب فرقه اقل. يعني خلي بالك، انا توقعي النادي الاهلي مع صن داونز ان شاء الله هيعمل ماتشين كويسين، والحاله هتبقى مغايره تماما للي احنا شفناه النهارده. يعني ده مش هو الطبيعي اللي هتشوف بيه النادي الاهلي سواء بره او هنا في القاهره. يعني دي نقطه مختلفه، حتى طريقه لعبك هتبقى مختلفه، الدوافع مختلفه للعيبه. بس انت كان عندك حاجه سهله فبتصعبها ليه؟ اريح لعيبتي واكسب مكسب كبير ومتع نفسي جوه الملعب. انا بلعب ماتش مسج للمنافس اللي انا رايح، بلعب ماتش سهل. يعني انا بلعب ماتش سهل، ده بالنسبه لي انا حتى كلاعب كوره. انا بس يعني اقول لك ايه، انا لو انت بتلعب مثلا على لعيب من سيمبا هتفضل ترقص فيه طول ما يعني بمزاجك، بطريقه لعبك الكويسه، بتحركاتك، الماتش ما فيهوش صعوبه، فانت اللي مصعبه، انت اللي بتباصي غلط، انت اللي بتتحرك غلط، بزبط. انت اللي بتشوط غلط، انت اللي معظم التغييرات، انت اللي ما عملتش تغييرات، انت اللي حالتك البدنيه لبعض اللعيبه عليها علامات استفهام، ودي غريبه جدا. برضه يعني انت اصلا في لعيبه هي اصلا ما كانتش في المنتخب. يعني ما كانتش في المنتخب كده ليه؟ فانت حالتك كده ليه؟ زي بيرسي تاو. لا وكهربا برضه، زي كهربا وزي علي معلول. يعني كان في المنتخب وبعدين رايح ما سافرش تنزانيا، علي ما كانش رجع في الماتش الثاني، صح، رجع على مصر ومريح لغايه الماتش بتاع النهارده. فهي النقطه، يعني اتمنى ان شاء الله، وان شاء الله ده اللي هيحصل، يعني الحاله هتبقى مغايره في ماتشين سان داونز. بس النهارده يعني كتحليل للمباراه نفسها، لا هي من اوحش المباريات للنادي الاهلي. طب خضري، كنا دايما بنقول انه كولر من المدربين عندهم شجاعه وبيتدخل في المباراه، وكان عامل سيستم للفرقه وان ما فيش حد فوق الفرقه و و و و تمام. النهارده عكس كل الكلام ده، كان الشجاعه مفقوده عنده، كان ما غيرش 90 دقيقه. انا بعتبرش مودست دي تغييره خالص. حاجه تانية، ان في لعيبه في الملعب رغم سوء مستوى مكمله زي بيرسيتاو. يعني انت احمد عبد القادر عايز يلعب، فانت قررت تاخد موقف منه، ماشي، وانا مع القرارات التاديبيه، لكن برضو في المقابل في لعيبه في الملعب. يعني بيرسي تاو الماتش اللي فات وحش، ولعبته برضو الماتش ده وال90 دقيقه، فبرضو كل ده علامات استفهام. هي ميزه كولر كان حاجتين، ان العدل ومسيطر على اوضه اللبس، وانا باكد لك ان الحاجتين ما بقوش موجودين دلوقتي. الحاجتين دول ما بقوش موجودين. والنهارده انت ما تشوف حتى القايمه اللي بيحطها، انت بتحط اثنين حراس مرمى، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. يعني ايه تحط ثلاثه؟ يعني مع الشناوي تقصد؟ لا انت على الدكه، على الدكه اثنين حراس مرمى. يعني ايه حد فاهم هاني يحط اثنين حراس مرمى وسايب احمد عبد القادر بره، وسايب كوكا بره، وسايب اكرم توفيق يعني انا مش فاهمها. يعني ايه يحط اثنين حراس مرمى؟ الاثنين هيلعبوا ولا واحد منهم اللي هيلعب؟
يعني دي يعني دي جديده ان نحط اثنين حراس مرمى دي، والطبيعي يبقى واحد يعني. لا بس ما اعرفش في بعض البطولات بيبقى لوائح مغايره. لا لا لوائح ايه؟ لوائح بيقول له لا، لوائح بيقول له حط اثنين حراس مرمى، ما عنديش معلومه في النقطه دي. اللوائح هتقول له حط اثنين حراس مرمى، هتجبره اصل لا انت حط لعيب ممكن تحط حارس مرمى خالص اصلا يعني مش مكتوب حارس يا كابتن. لا انت قصدك القايمه كلها تقعد؟ لا لا يعني بعض البطولات بيبقى كده. لا بس مش القايمه كلها، مش القايمه كلها محطوطه، مش القايمه كلها يعني. كابتن سيد يقصد ربما في لا لا يعني ممكن بيبقى 23 لعيب محطوطين. لا لا هو النهارده بيبقى فيهم اثنين حراس. لا النهارده هو حاطط واعتقد عملها السنه اللي فاتت مره برضه، انه حاطط اثنين حراس مرمى. دي انا مش انا دي انا بس هو كان على الدكه 12 لعيب. طيب القايمه 23 يبقى انا زي يبقى القايمه كلها على الدكه تقصد؟ يعني دي في وعلى الدكه فوز على الدكه كان شوبير، ياسر ابراهيم 2، صلاح محسن 3، رضا سليم 4، الضوي اللي هو كريستو 5، امام عاشور 6، موزيس 7، طاهر 8، كريم الدبيس 9، مصطفى مخلوف 10، نبيل كوكا 11، خالد عبد الفتاح 12. لو انا مش متاكد اتاكدولنا بس غير كده يبقى بيهزر. غير كده بس انا اتكلم على احمد برضه عبد القادر والكلام ده. طب انت عمال تضم ناس برضه واخد بالك ومصمم على كام لعيب؟ ما فيش. انت في دماغك مودست، انت في دماغك مودست ان انت لازم يلعب، بدليل ان هو كان قبل كهربا يجيب الجون كان هينزله. خلي بالك كان هيسحب كهربا، وكان هيسحبه طبعا، كان هيسحب كهربا. فهو في ساعات المدرب بيوصل، ما عودناش على كده كولر. لا هو بيوصل لحاله، اي بني ادم بيوصل لحاله لما هو بياخد كل حاجه بيعمل كده صح كده صح كده، اي حاجه هتبقى صح. لا مش اي حاجه هتبقى بس صح. هو لغايه الماتش اللي فات حتى هناك سيمبا مغير، مش اي حاجه. ما هو النهارده يعني برضه حاجتين زي ما كابتن سيد بيقول يا شبانه، اما يقول ان النهارده مش مقتنع ان الفرقه كانت كويسه، لا الفرقه ما كانتش كويسه. انت الوحيد في مصر اللي بتقول الفرقه كانت كويسه، وبرضه ما انا بقول على كولر. واما يقول مش شرط اغير، تصريحات بقى زيها زي ما قفشه، زي ما انت بتقول ان ايه في توتر، عارف ما يقول لك ايه انا حر، تصريحات مش مقنعه، انا حر مش ايوه اما اغير. لا مفيش حاجه اسمها تغييرات. اي حد معدي جنب الكوره مش بيفهم كوره يقول له لا ده احنا مش بس كده، انت المفروض تغير، ده سليم المفروض ينزل، وتخلي حسين شحات وطلع تاو، وتخلي حسين شحات يمين، وانا يعني حاجات بديهيه. نفس راي الكابتن سيد، انا توقعت بين الشوطين هيغير، مش كمان هيستنى الدقيقه 68 كعادته. توقعت بين الشوطين ما تغيرش خالص يعني، لانه حتى هناك يا كابتن سيد هو مغير في الدقيقه 68 يعني، هناك مغير رضا سليم خرج ونزل حسين الشحات 68، وشال قفشه ونزل مروان في الدقيقه 68، وشال بيرستاو في الدقيقه 80، وشال كريم الدبيس في الدقيقه 80، يعني عمل خمس تغييرات. يعني هو النقطه، انت رضا سليم اللي غيرته في الماتش الاولاني وتسيب بيرستاو وحسين الشحات النهارده يكملوا الوقت ده كله؟ يعني رضا سليم بحالته الماتش الاولاني، كان متالق الماتش الاولاني، حتى كان له يعني حاجه ايجابيه الشوط الاولاني، هو كان مميز جدا. قل شويه اول 10 دقائق في الشوط الثاني، بس مش قل قوي كده، بس انت ما استحملتوش، انما انت النهارده استحملت 92 دقيقه. هم الفترات اللي فاتت كانوا من اسباب تفوق الاهلي، بس هم النهارده مش حالتهم، هم اصلا تحرك غلط، كور مقطوعه كتير جدا، ما فيش واحد ضد واحد، ما عندكش اي اختراقات، فهم مش موجودين في الملعب. ده بالعكس، ده هم قافلين على هاني وعلى علي، يعني هم مقللين من هاني وعلي. يعني حتى لما بدا حسين يدخل لجوه شويه خلى علي ياخد انطلاقات. الميزه كابتن لعيبه الاهلي شبه بعض، متغير يعني مش اللي بره ده هيبقى الفرق الجاب كبير قوي، لا بالعكس اللي بره زي اللي موجود، وبالعكس هيبقى نازل. لا والماتش اصلا عادي يعني، والماتش ما هو يعني هو الاهلي مش محتاج التوتر ده. هو الاهلي يعني مش هقلق اما انا اغير حد إيه؟ اي حد يخرج النهارده هم اللي انا مش هقلق لو خرج. الاهلي يعني استسهل الماتش فصعبها على نفسه، واللي بيضيع بيستقبل. الاهلي يا جماعه عنده مشكله في الهداف، ما عندوش هداف يجيب جون. انا قاعد بتفرج على الماتش بقول لهم الراجل اللي قاعد ده، بقول على عماد متعب لو بيلعب هو في سنه ده بجسمه ده كان جاب 3 4 جوان النهارده. بيقول لي في اللائحه القايمه كلها تقعد على الدكه. طيب انا بتكلم بس على اكرم توفيق فين؟ مش عارف فين ما دول كان ممكن يبقوا موجودين. يعني الناس اللي بره ده كان ممكن يبقى موجود، يعني في ناس بره خلاص فاهمني كان المفروض يبقوا موجودين برضه. تمام. انا بقول ان الاهلي محتاج، والنهارده برضه بيبان ان في الحته اللي ورا في مشكله. يعني انت ما تلعب صن داونز. انا عايز اللقطه بتاعت عبد المنعم والشناوي دي ملخص المباراه يا كابتن سيد والحاله، يعني حاله عدم التركيز، حاله الاستهتار، حاله الاستهزاء بالخصم. يعني انت النهارده شفت كره عبد المنعم لما كان راح على الشناوي والواد مش اول مره، دي غريبه جدا. بس هو الطبيعي التفاهم بيكون موجود، بس انت خلاص لو الجون ما طلعش فانت ما تاخرش، طلع كوره الامان منها. الامان
يعني الامان وخصوصا. بس انا بقول لو منافس غير سيمبا مش هيعمل كده قبل منام، مش كده؟ يعني لو 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 هي ملهاش علاقه، هو سيمبا هو اللي بيلعبك في الدور ده بغض النظر عن اسم المنافس. فهو لو كانت النتيجه بقت 1-0 كنت خرجت من سيمبا يعني بغض النظر عن الفرقه وقوتها او اسمها. فانت الطبيعي لا انا بكامل تركيزي، وفي حاجات ما فيهاش ايه يعني، مش هبدا افكر ان انا هستنى الشناوي طلع ما طلعش. فهي النقطه لا يعني عبد المنعم انا بشوف ان الكره دي كان لازم بدري خلاص الموضوع. انا حسيت ان في خطوه حتى ولو متاخره شويه من الشناوي. انا اقصد دي تعبر يا استاذ خضر عن المباراه، يعني الكره دي هي تديك، عارف انت ما تيجي توصف المباراه توصفها في الكره دي، تركيز مش موجود، تفاهم مش موجود، نوع من الاستهتار. بص وكره عاديه يعني، هو لو شلتها في اي حته خلص الموضوع. بص كانت ممكن تبقى جون دي طبعا، لا الشناوي طلع ولا هو طفش وبعدين بزعقوا لبعض. يا ده لو فيرود شويه يعني، انت بتشوف الكره هو لو فيرود عنده امكانيات شويه تعرف هياخدها فين؟ الاتجاه ده الناحيه الثانيه لا عكس ده الاثنين بره اللعب. يعني فللاسف يعني مباراه زي ما الكابتن سيد قال للنسيان. انما ما عنديش تبرير للي بيعمله مروان عطيه، وراجل كان في المنتخب ده، انت مفترض يعني اكتر يعني اكتر لعيب في نص الملعب تكون مستقر. ده راجل جاي من المنتخب. الكابتن سيد معوض جاوب على السؤال ده بس محدش خد باله منه من حلقات، قال لك اما مروان وديانج يلعبوا في الماتشات الصعبه عشان اللي بقى شبه بعض، اللعب شبه بعض، اكيد كولر المفروض يبقى واخد باله من القصه دي. اللعب يبقى شبه بعض، ما هو انت ما بقاش عندي ايجابيه هجوميه، لكن ما غلطش الاخطاء دي. يعني ممكن ابقى تقليدي في نص الملعب بس اعمل ميس باص، وبعدين تجيني اعمل ميس باص تاني، وبعدين اروح اجري وقع. شفت الشقلباز اللي عمله؟ يعني هو مش في حالته. انت خدت بالك الكوره من اولها؟ من اولها مش في حالته. لا شفتها من اولها، هتقع من اولها كده يا شباب كده من الجول تاني من اوله. اما تشوفه هو عمل ميس باص غريب برضه، يعني هو برضه مش شايف كويس. الجول اللي دخل في الاهلي؟ الجول دخل في الاهلي من اوله، انت شفته من اوله؟ من اوله كان الباص بتاع هاني الراجل ضغط عليه. لا قبل هاني يا باشا انا هوريك مروان عطيه عامل كارثتين. قبل هاني في كارثتين لمروان عطيه، عشان كده بقول لك ما عنديش تفسير لمروان ده. مروان عامل ميس باص في نص الملعب وبعدين رجعت له الكوره، قام عامل ميس باص تاني، كان لعبها لبيرستاو. طبعا بيرستاو مش موجود في الماتش، يعني بيرستاو على ما خد باله ان مروان بيباصي كان الواد ضغط بتاع سيمبا اخد الكوره، وبعدين راح على هاني وحصل القصه اللي حصلت، وبعدين راح مروان وترقص. يا جماعه وروني كده الكوره. فانت بتتكلم في لا هو مروان، ماله مروان؟ مروان مش في حالته. والفتره الاخيره النادي الاهلي بص بص حتى بص 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 انا طبعا مش شايف. ايوه بص عمل ادي اول مس باص اتخطفت اهي صح؟ بس جات له تاني اهو. بص جات له تاني. بص ادي تاني مس باص تاني اهو. طبعا راحت عند هاني وقع والواد ضغط. طبعا بيرسي تاو كان هنا لازم يرد يغطي هاني، ما ردش. شوف بص 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 مروان عمل ايه؟ بص الوقعه دي. وهنا بيرسي تاو برضه لسه ما ردش. بص بقى رجعت مخطر، هتلاقي جايه مخطر كده بيرسي تاو. بص اهو بدا يظهر بيرسي تاو. وبعدين الكوره ناحيه اليمين، خد بالك المفروض بيرسي تاو هنا يبقى مغطي. لا ده حسين الشحات مش بيرسي كمان حسين مش شايف. هنا مفترض يبقى هاني او اللي بيغطيه بيرسي تاو. بيرسي تاو الناحيه الثانيه صح؟ اخطاء. شفت مروان يا كابتن من اول الكوره؟ لا إيه مروان لا هي النقطه الباص الاولاني اللي بيعمله الكهرباء، هو كهرباء يعني كان بوشه وراح مدي ظهره ان هو بيجي، فده عدم تفاهم. يعني هو قصده يلعب له الباص ان هو هيجي يستلم، كهرباء اتحرك عكس اتجاه الكوره تمام، بس جات لك تاني عايز يعوض الباص ده بايه؟ باص طويل تاني. فهي النقطه لا يعني انت في حاجات في الكوره كده اسمها ايه؟ يعني انا غلطت في باص اللي بعده لازم بيبقى في الرجل اللي جنبي بنسبه 200% صح. لا ممكن يبقى في ريسك بس انا ضامنه بنسبه 200%. ما غلطش اللي هو ايه في اللي هو ايه انا بحاول اعمل واحد تاني كمان باص غلط. خد بالك انت في قلب نص الملعب، انت بتغلط في قلب نص الملعب. وانت شوف لعيب سيمبا ده دليل ان هو على امكانيات لعيبه سيمبا. يعني الراجل لما قطع الكوره عمل ايه؟
اداه لمروان تاني. اداه له تاني. يعني انت فاهم؟ ومفيش مروان ما عيب برضه اداه له تالت. ومفيش حد ضغط عليه فاداه له تاني، ده دليل ان هو اصلا ما هو مروان برضه عمل الواجب. انت شوف كم تسلل على النادي الاهلي، في اتنين يعني هما مش تسلل اصلا النهارده كورتين، انما شوف عدد التسللات مثلا اللي كانت على النادي الاهلي النهارده. ده مبادئ الكوره ان انت اول ما تلاقي فرقه واقفه على خط واحد ده اسهل ما يمكن. اسهل فرق بتلعبها الفرق الافريقيه وهي واقفه على خط واحد، اتحرك بالعرض خلاص انت كل كره رايح انفراد. انت كلاعب بتلعب جناح او انت فيرود بتحرك بالعرض كل شويه هتروح للجون، هتبقى الامور اسهل بكتير. فانا ده كان الشوط الاولاني مثلا خمس ست كور على كده، الشوط الثاني برضو مكرره وكل اللعيبه حسين الشحات بيرسي تاو كهربا. يعني دي ما ينفعش تعمل غلط مرتين ثلاثة. الأهلي عليه 9 أوفسايد. كتير جدا. كتير جدا طبعا. كتير مع فرقة زي سيمبا. طبعا. يعني فرقة أنت عارف التسعة دول يعني المفروض إيه؟ فيهم حوالي خمس أو ست كور هيبقوا انفرادات. لو الباص في توقيت صح والتحرك صح. فده دليل إن أنت بتتحرك غلط، وحتى اللي بيباصي في توقيت غلط. قدري هو أنا ليه بدأت أحس إن لعيبة الأهلي زي ما يكون عندهم تشبع. لا اصل من مش عارف الاحساس ده صح ولا لا. هو مش تشبع، هو استسهال. اصل تشبع لسه بدري قوي، بدري قوي. لا ما موسم اقصد بعد خمس بطولات الموسم ماشي. اللي فات اصل انت التشكيله دي كلها وارد طبعا طبعا الفرق التشكيله طبعًا. دي كلها بتاعت السنه اللي فاتت ده صح، ما فيهاش حد من الجداد اللي جم يعني. لا كده كده كلامك يبقى لا ده اللعيب يعني مثلا الكابتن سيد هو بيتكلم عن الماتش الاولاني رضا سليم كان متالق امام كان ماتش لسه عايز الاثنين ثلاثه الجداد لسه عايز، انما ليه حاسس ان انهم عندهم تشبع؟ لا ده مش اللعيبه بس والمدرب مش كده. ماتش اتحاد العاصمه كده اللي كان فيصل سوبر وهدى والماتشين هو برضو المفروض ان لعيبه الاهلي وقبليهم كولر كان ياخدوا درس من ماتش اتحاد العاصمه. فالنهارده كانت في ثانيه تضيع، كانت ماساه النهارده. يعني انت تخرج من فرقه زي سيمبا، زي انت احلى تشبيه اللي قلته ان هم فاكرين ان هو لسه في تعويض، ان هو بطوله ولسه تعويضه، ان هو لو كره سيمبا جابت جول كانت العمليه خلصت. هل بيتعاملوا ان ده لسه دور مجموعات؟ يعني انت عجبتني التعليق. يعني خد بالك مفيش دور مجموعات، ده انت بادئ على طول من دور الثمانيه. يعني انت ما تقعدش بقى تفتكر ما انت هي المفروض البطوله دي كانت تبقى مجمعه والله، كانت هتبقى لا من ده نظامها. لازم تتكافئ مع نظامها. طب انا عندي احساس، هو تشبع ولا في تعالي بعد الخمس بطولات حتى من الجهاز الفني؟ ما برضه لازم برضه يعني هل في يعني وقيس من ماتش اتحاد العاصمه. يعني انا بتكلم برضه بسترجع اتحاد العاصمه اصلا مش بقالوش 100 سنه ده، بس بعد اتحاد العاصمه الفرقه رجعت بشكل كويس في الدوري. يعني بقت بتكسب. لا في الدوري عندك اسماعيلي ومصري ماشي. بس انا بتكلم في افريقيا في ماتشات اللي هي الحاسمه بتاعت افريقيا دي، هل في تعالي؟ يعني هل كولر بقى ضامن يعني هو السنه اللي فاتت اي حاجه في افريقيا؟ طب انا عايز بس لو النهارده هتدي كولر درجه هتديله كام من 10؟ 5 من 10 ده بالكتير. كابتن سيد بالكتير حاجات متوسطه يعني. وخمسه عشان انا بحبه. يعني المفروض اقول 3. لا النهارده هو المسؤول الشكل اللي ظهر بيه. لا واللعيبه كمان مش عارف اللعيبه. الشكل اللي ظهر بيه كولر المسؤول الاول. لا طبعا. طب ما انت لو عملت شويه تغييرات هتلاقي الدنيا هتنشط الدنيا. ما انت مدرب قاعد ليه؟ كابتن سيد بيقول انا لو منه هعمل الخمس تغييرات بتعملهم. ما تعمل خمس تغييرات. يقول لك هو عشان افوق الفرقه. بص شفت قال لك افوق الفرقه نايمه. انت تعرفها من التصريحات. هو لو ما انا عشان كده بقول لك التعالي. هو حتى في تصريحاته متعالي. ايوه اما يقول لك لا هو انا لازم اغير، اول ما تلاقي المدرب يقول لك هو انا لازم اغير تعرف ان ايه. لازم تغير. عارف غلط وبقاوح. ايوه لازم تغير. ما هي التغييرات معموله عشان لما يبقى عندك مشكله في الفرقه، عندك اصابه، عندك اجهاد، عندك مشكله فنيه، عايز تغير تاكتكس. يعني عايز هي النقطه الاختلاف بيننا وبين كولر في حاجه واحده دلوقتي، هو مقتنع ان الاداء كان كويس هو ما غيرش عشان هو اللي فده اللي قال لك كمان. لا قال لك جمله ثانيه، قال لك ان اللعيب عشان يدخل المود محتاج وقت، وانا الماتش كان عايز اقول مكهرب. يعني مود ايه ووقت ايه؟ ما هو يعني انت اي تغيير بتعمله في دول من يوم ما جيت ما كانش اللعيب اللعيب بيبقى محتاج مود. لا والمنافس هو مين بقى؟ وبعدين هو مودست هو اللي بيعرف يخش وبعدين مودست هو اللي بيعرف يخش المود. لا المنافس مين صحيح؟ واللي في الملعب يعني حالته هتتغير؟ حالته ما بتتغيرش. وده لعيب اهلي يعني كلمه مود ما تنطبقش. ده لعيب اهلي افترض طبعا. لا يعني ما هي هو بيبقى يعني في تصريحات مش في سكه غلط. فهو عايز ياكد ان هو صح فبيكمل بقى في يقول لك ما فيش تغييرات. طب انا بمناسبه الخضر طلب تقييم كولر، هل في اي لعيب
النهارده في الملعب تديله تقييم ايجابي؟ ممكن اليو ديانج مثلا نقول حاول؟ لا اليو ديانج انا بشوف نقط سلبيه في اداء الاهلي اما تلعب بناس شبه بعض في نص الملعب. انا بشوفها دي من اكتر بس حاجه فنيه من اكتر لكن اخطاء فرديه كمان. ما هي ما بيبقاش ليك تواجد اصلا يعني انا وانت زي بعض فانت ولا بتحس بيا ولا بيك احنا الاثنين بنبقى 50% اصلا من الفرقه. يعني كوكا حتى الماتشات اللي لعبها هو لعيب مختلف برضه في نص الملعب. امام برضه نفس الكلام. قفشه برضه الفترات ممكن بعض الفترات مستواه بيقل شويه بس هو مختلف عن الاثنين اللي لازقين في بعض معظم الوقت. يعني انت شوف نص ملعب النادي الاهلي النهارده يعني ايه الاضافه بالنسبه للاثنين لمروان وقالوا انا راهنت عمرو الحديدي امبارح هو اللي كسب الراه. ما بص راهنته حسين الشحات هيلعب ولعب وراهنته انه لا يمكن يلعب بمروان المستحيل يبدا بمروان. قال لا هيبدا بمروان. هو الاهلي تميزه في ايه؟ كان تميزه في ايه؟ خط نص بالستاره كان هو بقى في الستاره الحديديه يقدر يدافع ويقدر يهاجم ويقدر يتحولات كل حاجه. لا في 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 مشكله في خط نص الاهلي هي اللي عامله. طب دلوقتي بيرسي تاو وحش حلو بيلعب لازم يبقى في الملعب. دي جديده على كولر دي صح؟ لا هو الطبيعي ان هو يلعب لانه كان بيأدي اداء كبير جدا الفترات اللي فاتت بس هو اما يبقى في مباراه مش في حالته وعدى مثلا 50 دقيقه مثلا فالطبيعي ان هو يتغير. 80 دقيقه ماتش الذهاب كان وحش يعني برضه يعني خد بالك غير رضا سليم يعني رضا سليم غير الماتش اللي بدري جدا في الدقيقه 68 وحالته كانت احسن احسن كان من بيرستاو. بيرستاو صبر عليه للدقيقه 80 النهارده لعب 90 دقيقه. اقوى دكه في مصر هي دكه النادي الاهلي. طب انت اما يبقى انت كمدرب اقوى دكه وما استفدتش منها طب مش عايز تستفيد وتقول لي مش شرط فانت كده انا مش انت عارف انا استنيت مين ينزل وقلت ممكن يقلب كريستو. لا رضا سليم طبعا ان هو مكان بجانب رضا سليم انا قلت كريستو كمان نشيط وصغير وهيبقى عنده ومكان بيرسيتاو واللعيب ما بيديلكش 100% اللي موجود في الملعب. كريستو ورضا سليم اي حد هينزل من بره هيبقى كويس. حالته مش هتبقى أسوأ من اللي موجودين يعني بمعنى اصح مش أسوأ من كده. يعني انت طب كهربا اجتهد حاول كهربا اجتهد بس هتيجي تحط نسبه تقول من كام فرصه جاب ايه يعني دي النقطه اللي وليه بنالتي وجاب جول بس دي بنالتي بصراحه من كام فرصه من كام تحرك يعني هي النقطه. انت كهربا كويس وماشي هو موفق جدا في حته الاهداف معقول يعني اشوف حد هو قبلها بدقيقه كان هيخرج يعني كان واخد كان مودست يعني هو كهربا قبلها بدقيقه كان هيخرج فهو لو الجون اتاخر شويه هو كان هيبقى بره. هي النقطه هيبقى بره ليه؟ الشكل كان هيبقى عشان هو جات له فرص وما جابهاش بس فهي دي النقطه انما كهربا بيجي له فرص كتيره جدا والتحركات برضو نفسها يعني بقت مختلفه دلوقتي يعني كم تسلل مثلا على كهربا كم كره فيها تفاهم مع العناصر اللي جنبه فده اللي اختلف دلوقتي. الاول كنت بتلاقي بيرسيتاو وحسين الشحات الاهلي رايح بكميه فرص وكميه اختراقات وكهربا بيجيب بجوان الموضوع دلوقتي مختلف. انت اصلا تحركاتها غلط كفرقه والنقطه الثانيه بتضيع فرص كتيره جدا. طيب كان مودست ينزل ولا صلاح محسن ولا الراجل ما بيثقش بصلاح محسن؟ مودست يسافر يرجع يسافر ما ينزل فين؟ لا ما انا بقول كان صلاح محسن ما انا أفضل. ما انا بجاوبك مودست يرجع بلدهم ينزل فين؟ ينزل يعني المجلس الاداره عارف ان هو مقلب والراجل بيقاوي عارف ان هو مقلب طبعا صلاح محسن طبعا مودست ايه؟ هو انت هتقعد تجهز فيه لغايه ما السنه بتاعته تخلص؟ انت هي وبعدين بلاش نعجب بمجامله هو الراجل ده ما هو ده مش كان تعبان؟ اتمرن تدريبه واحده ولعبته هو عايز يثبت ان هو وجهه نظره صح هو اقرب واحد وفق التصريحات اللي قبل الماتش انه ما يلعبش لان هو الوحيد اللي اتقال انه كان تعبان وكورونا وفي اخر لحظه عملوا له التيست فلقاه كويس واتمرن هو نفسه قال حتى في المباراه يعني هو قال لك ده اتمرن تمرينه واحده والوحيد اللي لعب اللي غيره ما اللعيب يبقى تعبان يعني اللي يبقى تعبان وتمرينه واحده ده اللي هو المنقذ بقى الواد خمس ازاي لان الجول جه برضه خد بالك كان ممكن هو الجول جه في الدقيقه كام؟ حاجه 80 لا حاجه 70 لا 76 80 يعني هو الطبيعي ان مودست كان ينزل في الدقيقه 76 لانه كان واقف على الخط فالراجل اخره 10 دقايق لما كهربا جاب الجول انما هو كان هيديله ربع ساعه ثلث ساعه خد بالك ودي برضو من
من الحاجات الحقيقه العجيبه جدا. طب كان في تصريح على امام عاشور انه مش ما كانش بيتمرن بشكل كويس. لا دي بتاعت المدرب بقى دي، يعني هو دي عشان كده ما ادالوش النهارده. هل منطقي ان يبقى لعيب انت شايفه بيتمرن مش بيتمرن كويس؟ طب واخده ليه اصلا؟ او قلقان منه بالظبط وتضمه في القائمه في ماتش زي ده؟ لا واخده ليه؟ انت لو هو مش سليم، ودايما دي في المدربين الاجانب اللي مش سليم 100% ما بيتاخدش. لكن هو لو مش سليم تماما لا ما تاخدوش. وبعدين برضه ما زلت بقول ان في لعيبه بره. ليه بقى يعرفوا يعني انت احمد عبد القادر معاك ولا مش معاك، فلان معاك ولا مش معاك. وحتى تصريح اهو منذ عوده امام عاشور من الاصابه وهو لا يؤدي في التدريبات بنسبه 100%. طب وده كلام؟ ولديه احساس انه لم يتعافى من الاصابه بشكل كامل حتى الان، لذلك سيتم الكشف عليه مره اخرى. لا يوجد في فريقي لاعب يتمرن بايه؟ بهدوء ويلعب اساسي. طب وده كلام؟ لا ده لا، يعني هي النقطه بس بتاعت انا مش متاكد هو سليم ولا لا، انا دي مش فاهمها صح. ضمته ليه للقايمه؟ لا وبيتمرن ليه؟ متمرن ليه لو مش سليم؟ لا ما هو لو مش سليم ما هو في جهاز طبي. لا هو الكابتن بيقول ايه؟ هرجع اكشف عليه تاني. لا ولو يعني مش سليم هتمرنه التمرين الكامل؟ لا 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 بيقول يعني ايه هرجع اكشف على امام عاشور تاني؟ ما هو في جهاز طبي. بيقول اللاعب ينزل الملعب. انت عارف ايه؟ نعم؟ التصريح ده معناه ايه؟ هو عايز يبرر ليه ما لعبش امام عاشور بس. ما هو تبرير غير منطقي. هو دلوقتي ينفع اقول ان انا ان هو ما بيديش في التدريبات وبعدين هرجع اكشف عليه تاني؟ لا ودخلته القايمه ليه؟ يعني هو لو مش بيأدي في التدريبات فهتستنى ما يبقى. في جهاز طبي يا كابتن قال ده خف ويتدرب. لكن هو ولا جهاز طبي قال ده نص ونص. لا هو واضح، يعني انا بشوفها نقطه في المدربين الاجانب عامه، اول ما يبقى في نتيجه سلبيه او كميه اسئله معينه في المؤتمر بيبقى مضغوطين شويه، فبتلاقي منهم بتلاقي منهم حاجات ما سمعتهاش منهم قبل كده. واحنا طبعا بما اننا قاعدين على السلط والملط طبعا هتجيب له كل حاجه طبعا. والله يا استاذ خضر هتفوتوا التصريح ده؟ لا طبعا ما ازاي صح برضه انا جاي له ركز. طب هل ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه كان الافضل جنب محمد عبد المنعم؟ خلينا نطلع فاصل وكابتن سيد معوض يجاوب لنا على هذا السؤال. طيب ما تيجي نقول نتائج دوري ابطال اوروبا في الزيطه بتاعت ماتش الاهلي دي. يعني نسينا نقول النتائج. انتر ميلان بيكسب ريد بول سالزبرج 2-1. ما بقتش احب اقول حاجه على اوروبا بعد اللي بيحصل في فلسطين ده. بصراحه بس انا هقول لك النتائج بس. يعني جالاتا سراي بيخسر على ارضه في تركيا من بايرن ميونخ 3-1. بنفيكا بيخسر على ارضه في البرتغال من ريال سوسيداد 1-0. سبورتنج براغا بيخسر على ارضه من ريال مدريد 2-1. لانس بيتعادل 1-1 في فرنسا مع ايندهوفن. مانشستر يونايتد في على ارضه بيكسب كوبنهاجن 1-0. اشبيليه بيخسر من ارسنال بيخسر على ارضه 2-1 من ارسنال. ويونيون برلين بيخسر ايضا على ارضه من نابولي 1-0. ياسر ابراهيم كان يلعب ولا رامي ربيعه ولا الاثنين ما كانوش يلعبوا؟ لا هو عادي ماتش زي ده اصلا. يعني على فكره انت قلت ال 12 لعيب اللي قاعدين بره، انت عارف انت لو لعبت بالتشكيله هي كنت هتكسب وتكسب مكسب مستريح. المنافس بتاعك مش فرقه قويه. المنافس مع احترامي فرقه كويسه. احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الفرق في افريقيا عامه، سان داونز والوداد والنادي الاهلي. حتى فرق تونس دلوقتي هم نزلوا بشكل كبير. خسر من مازيمبي في تنزانيا والجزائر. نزلوا بشكل كبير. الجزائر مش موجودين على مستوى الانديه بقى لهم. زعلانين منك. يعني انا في الجزائر زعلانين منه تخيل. انا كنت معاك في الحلقه. بين له تصريح ما قالوش. عايز اقول لاشقائنا في الجزائر الكابتن سيد ما قالش كده بجد يعني. قول لي اتفضل يا كابتن. لا هو في واحد بيتطوع يعني انا كنت معاك في الحلقه بتاع ماتش مصر والجزائر. كنا بنتكلم بعد المباراه يعني. بعد المباراه اتكلمنا عادي جدا ما فيش اي حاجه. فقال لك ان انا اتكلمت على الباك ليفت اللي نزل لعب على صلاح اخر 10 دقائق ان انا اتكلمت عليه باسلوب سخريه او تريقه. انا اصلا والله ولا جبت اصلا. احنا موجودين مع بعض ما فيش اي حاجه. وبعدين مش طريقتك كمان التريقه. انا مش بتاع انا مش بتاع الاسلوب ده. بس هي الناس برضو ايه حد ياخدها ويكتبها. فهي النقطه لا لو في فيديو نزله. انا عايز اقول لاشقائنا في الجزائر كده انه يعني الفيديو هو بس اللي حد يقرن بفيديو ماشي. لكن الكابتن سيد ما قالش كده الحقيقه.
وكل التقدير لكل نجومنا واشقائنا في الجزائر. يعني برضو عشان الكلام في ده يبقى واضح. برضو كان في تونس زعلانين منك عشان قلت عشان علي برضو عشان نقطة ان علي هو ما قالش ما يروحش منتخب. هو قال لو بطل دولي هيبقى افضل بالنسبه له فنيا في شكله مع الاهلي. يعني انا بتكلم في نقطه ما لهاش علاقه, خلي بالك, ليها علاقه بالسن, ليها علاقه بان انت كلاعب مرتبط بنادي. اه طبعا اللعب على المستوى الدولي ده شرف لكل اللعيبه, بس انت بيبقى عندك مثلا مرحلة هتحقق ايه بعد كده, يعني ايه اللي ممكن تحققه. يعني اقول لك على حاجه, انا لو تونس مثلا منافس قوي على كاس الامم اقول لك لازم تكمل ولازم تبقى موجود عشان المرحله الجايه. كاس عالم انا لعبت 2 كاس عالم, انت فاهم, يعني مفيش حاجه انا ما عملتهاش مع المنتخب قبل كده. فبتيجي مرحله معينه لعيبه كتير عملت كده, يعني لعيبه دوليه كتير جدا بيجي في مرحله بيبقى تركيزه ان انا حققت كل حاجه مع المنتخب, فانا خلاص دي مرحله مش هقدر اوازن بين الاثنين, وده بيحصل, وخصوصا ان الارتباطات الفترات الجايه دي صعبه جدا. انما يلعب منتخب تونس ما فيش مشكله, يلعب منتخب تونس براحته خلاص. اه ما تزعلوش, يلعب منتخب تونس, اشقائنا برضو في تونس ما يزعلوش, ما فيش مشكله. طب خلينا يا خضر نبني على ما هو قادم برضو عشان ناخد برضو الجانب الايجابي. يعني الاهلي خلاص, انت في بدايه الحلقه انت قلت في بدايه الفقره انه برضو في نقطه لازم نقول ان الاهلي برضو عنده حد ادنى في التراجع. صحيح, يعني قدر انه يتاهل. تمام, هل هو تاهل غير مطمئن؟ يعني انت ما تقدرش تقول في ماتش سان داونز ان الاهلي اقرب؟ لا خالص, ملاش بتوع سان داونز, لا ملاش, يعني 50-50. لا هي سان داونز ده كلاسيكو, اتعودنا خلاص الاهلي وسان داونز كلاسيكو دلوقتي. هي الاجابه يعني تحتمل كده وكده, بمعنى سان داونز بالذات حاله خاصه, هي هو والاهلي محدش يعرف يتوقع فيها, لكن ان مستوى الاهلي مرتبط انه بعد كده ان الكلام ده, لا خالص. الاهلي بدليل بطوله افريقيا انديه افريقيا اللي فاتت, هو بقى حد كان يقول ان الاهلي هيروح وهيكمل, وفي ثانيه الدنيا قلبت, والماتش الهلال كان قلب خالص, الهلال السوداني والفرقه استنت عافيتها والجمهور بيزيد والشحنه والكلام ده. بس مفيش في الرفاهيه دي في البطوله دي. ايوه, لا لا لا, ليه؟ هناك عندك 6 ماتشات دوري مجموعات يا فندم, هتلاقي الاهلي فرقه بيلعب لك, لا لا لا, بده يعمل لك, هتلاقي الاهلي فرقه مختلفه تماما. ايوه, انما دي ما فيهاش دوري مجموعات يا فندم, هتلاقي الاهلي فرقه مختلفه تماما على كانت بتلعب قدام سيمبو. وبعدين دايما بقول بتتكلم على ماتشين سان داونز, اه دايما بقول ان انت ما بتلعب قدام فرق عشوائيه ده بيعوقك, الفرق الكبيره ما بتعرفش تلعب قوي قدام الفرق اللي بتلعب عشوائيه. يعني انا النهارده عمال اقيم, طب هم منتشرين ازاي, طب هم يعني هم بيجروا خلاص, خلي بالك, بس عاملين زحمه, هم بيستلموا بياخدوا كوره بس عاملين زحمه. انت تحس ان هم كانوا اكتر من لعيبه الاهلي, بالك تاني, لا كانوا اكتر من لعيبه الاهلي والله, كنت حاسس كتير كتير وعمالين يجروا كده وبتاع, فاهمني؟ فده بيبقى نوع من العشوائيه, خليك مش مركز. لكن انت مع سان داونز فرق الكوره هتلاقي مختلف, المدرب مركز مش مستسهل, اللعيبه مركزه, عارفه يعني ايه سان داونز, الجمهور الليله كلها مختلفه يعني. طب كابتن سيد, في ماتشين سان داونز انا كنت اتكلمت من كام يوم, قلت انه الاهلي هيبقى كمان الجهد اللي هيتعرض لاجهاد اكبر لانه هيسافر سفريتين عكس سان داونز. سان داونز لعب الماتش النهارده على ارضه وهيستنى الاهلي وبعدين يرجع معاه. انما الاهلي هيروح ويرجع, الاهلي هيروح اخر القاره وبعدين يرجع تاني باول القاره. في 4 ايام ماتشين. يعني خد بالك الاهلي هيلعب, انت عارف كام وامتى وامتى؟ حد واربع, حاجه غريبه جدا, هيلعب حد واربع. وبعدين هم عندهم رفاهيه التاجيل اهو, طب ما هو ماتش الترجي اتاجل يوم ومازيمبي, وبعدين بكره كان الوداد وهم خلينه الخميس, وبكره كان الترجي ومازيمبي العوده خلوه الخميس. اشمعنى يعني الاهلي وسان داونز 4 ايام بس؟ غريبه دي. هو الماتشين التانيين كانوا هيبقوا كده, بس عشان ظروف الطيران والمشكله اللي حصلت يعني اسال. في الرفاهيه دي موجوده؟ لا, عندك الرفاهيه دي. طب انا عايز اسال سؤال, انت الفاينل بتقول 6 و11, ماشي, وده مخليه يوم واحد, لو بقى 2 يبقى و6 اترحل, يبقى 2-6 عادي, مش كده برضه؟ اه طبعا, يعني والفرقتين مش هيعترضوا, يعني الاهلي وسان داونز. 4 ايام قليل؟ طبعا يعني قليل, وخصوصا يعني هجيبها لك بقى مانع بعيده. اه وتيجي مثلا, وتيجي مثلا 8 ساعات ماتش زي النهارده, 8 ساعات طيران, يعني سان داونز ريح عدد من اللعيبه ولاعب جزء وجزء. النهارده الاهلي لا, الاهلي كان لازم يعمل كده. انت غلطتك من الماتش الاولاني
والله. وحتى بنتيجه الماتش الاولاني النهارده كنت كان عندك الحريه او الرفاهيه ان انت تغير عدد من اللعيبه وتريح وتعمل النهارده كل حاجه. لا صعب النهارده، قصده من اول الماتش كان ممكن يبدا بكريس. لا انت لو ممكن يبدا ب لا ما صعب برضه انت ضامن، ما دي لعيبه كبيره برضه بس ما تضمنش هي الفرقه. بس في الاخر ماتش والله الفرقه اللي بتلعبها ضامنها بنسبه مليون في الميه. ما هو اللي حصل يعني انت حتى لما دخل فيك جون في الدقيقه حاجه و60 مجرد بس رحت بهجمه. أيوة ماشي بس يعني الموضوع ما فيهوش سان داونز عشان حسمها من الماتش الاولاني يعني. الاهلي لو كان كسب هناك كان يقدر يعمل كده، لكن النتيجه التعادل دي ما يقدرش، صعب. طب خلينا نقول الاهلي خد اجازه بكره الخميس، هيتمرن بعد بكره، ياخد الطياره ويسافر اخر النهار، هيوصل صباح الجمعه وبعدين يتمرن اخر النهار الجمعه وتمرينه خفيفه السبت ويلعب الحد. ايه انت راجل مدرب يعني، ايه اللي المفترض المدرب يعمله عشان خاطر اللعيبه ما تتعرضش لاجهاد؟ طبعا سفر طويل، لسه لاعبين ماتشين اهو سيمبا وبعديه سيمبا في وقت قليل برضه، وبعدين سفر طويل، وبعدين هيلعب فريق قوي يعني الماتش هيبقى قوي كمان. هو الطبيعي ان بكره مش هيبقى اجازه، لازم يبقى بكره ريكفري عشان انت عندك وده اجازه بكره اللي اعلنوه كده اجازه لان انت عندك ماتش، فانت بتعمل للماتش اللي بعده، فطبيعي تاني يوم ما كانش ياخد اجازه بكره يعني. ويبدا الاجازه ممكن تبقى بعد بكره في يوم السفر في يوم الاجهاد، انت فاهم، لان السفر لوحده ده اجهاد. يعني قصدك كان بكره عمل ريكفري تمرين الصبح وسافر مثلا خميس بدري بس، وصل الخميس اخر النهار واتمرن الجمعه، اخر النهار واتمرن الجمعه، انت ريحت لعيبتك. هو انا مش لاقي معنى ان خصوصا ان انت عندك يعني بتسافر بطياره خاصه يعني مش مرتبط بميعاد طيران الصبح عادي. انت كل ما تكون يعني كان عامل ريكفري بكره اللعيبه خرجها من الحاله دي وما اتمرنش الخميس تقصد، وما اتمرنش الخميس كان يوم السفر ده ممكن، وسافر بدري وسافر بدري ووصل اخر النهار. اصل هي التجربه البطوله دي هتأدي الاجهاد، هتأدي الاجهاد. ده انا اوريك، انت شفت التصريح الماتش خد مرتجي؟ هو في كده سمعته؟ شفت هو بيقول لك احنا شاركنا بس عشان الفلوس وما كناش عايزين نشارك. لكن انت بتشارك انت يعني ده؟ يعني ايه البطولات كلها يعني ازاي؟ ما ترجعش تقول لي اجهاد، ما هو طبعا لازم يبقى في اجهاد. انت من قبلها عارف واضح، والبطوله وضغط المباريات فيها ده اجهاد، مع دوري مع دوري اللي انا ما زلت مصر ان هيخلص كمان سنتين، ما حدش يقول لي ان الدوري يخلص في ميعاده دي خالص، ما اسمعهاش نهائي. السنه دي بالذات ما فيش، مش هيخلص في ميعاده، مع برضه البطوله دوري ابطال افريقيا اللي هي الاصليه. طب ايه الفرق يعني؟ طب ايه الهدف؟ ايه انا مش فاهم، هدف تسويقي يعني يجرب فيها؟ لا هي تسويق او فلوس. ايوه طب ما بقول لك المهندس خد مرتجع اعترف، وكان حتى الاعتراف انا حتى ليه تحفظ، لانه انت بتقول للعيبه حتى لا مش مهم احنا، وهو برضه الراجل اعترف وهو معذور يعني. بقول لك لا ما انت برضه عايز مداخيل هتعمل ايه؟ يعني بقول لك لو انا مش محتاج الايراد. لا جواز مغريه، ما هو قال كده، قال لك لو انا مش محتاج الايراد مش هشارك. مغريه طبعا، يعني معناه ان هو من المشاركه يعني اصل في وقت قليل مضغوط. والفلوس دي مع لا طبعا، وانت عندك حدود لعيبه وعندك محتاج طبعا. قال لك انا في الشهر بحتاج من حوالي 1,300,000 دولار شهريا. عندك لعيبه اجانب كتير، عندك مدير فني وجهاز، خمسه اجانب وجهاز فني بالكامل، بس اسمها كابتن اسامه قمصان. بس انا عايز اقول لك على حاجه برضو، يعني الحاجه الكويسه ان ماتش سان داونز بالليل والجو كويس، فالامور برضو ايه احسن شويه، احسن من قبل كده. بالنسبه العمله الصعبه بنلاحظ برضو ان الفرق بتجيب لعيبه في العاب اخرى، مزودينها برضو في اللعيبه اجانب. يعني الاهلي لسه جايب النهارده امبارح لعيبه طايره، يعني اعتقد الاهلي والزمالك لعيبه في الهاندبول او في الطايره لعيبه كان مش لعيب، يعني مش عارف يعني حاسس ان برضو يعني ضغط على الميزانيه وضغط على اللعيبه. لا هي عشان المنافسه اتنقلت اماكن ثانيه، يعني الالعاب دي الفتره الاخيره بدات السوشيال ميديا تدخل فيها، فبدات الانديه يعني حتى البرجر طبعا، حتى عقود اللعيبه انت بدات قوي. ان دلوقتي انتقالات كل الالعاب الثانيه بقت قريبه من الكوره. طيب ما ده لعيبه الباسكت يعني في عقود كبيره جدا، في الفولي 5 مليون وفي الباسكت 7 مليون وفي مليون. طب انت الانديه هتجيب منين؟ نيمار في الزمالك بياخد شافني مليون جنيه، الانديه هتجيب منين؟ وفي الاهلي في لعيبه وفي الزمالك، هي دي حاجة كويسة للألعاب التانية، بس في نفس الوقت أنت كنادي عندك القدرة إن أنت تدفع ولا لا؟ عندك القدرة اعمل اللي أنت عايزه، إنما ما عندكش القدرة ما تجيش تشتكي بعد كده تقول إيه أصل أنا عندي مشاكل مادية. برضه تكون عامل حساب في إيراد ولا لا؟ طبعًا برضه ما صفر، اعمل اللي أنت عايزه بس ما تجيش تقول أنا عندي مشاكل مادية.
ما الانديه الفعل الالعاب دي ما تجيبش حاجه. شوف الميزانيات بتلاقي مثلا اللعبات الاخرى صرفة 50 مليون والايراد مثلا نص مليون ولا نص مليون. هجيب نص مليون ما فيش بطوله بتجيب نص مليون. هجيبه منين نص مليون؟ فبرضه في مبالغه. فده برضه بقى لها تاثير على العمله الصعبه اللي هو من الاجانب اللي في كل الالعاب. فهو شارك الاهلي بس عشان فلوس اكيد طبعا، لكن فنيا وطبيعي. لا هي اجهاد، هيحصل اجهاد ما فيش كلام يعني. ما انت عندك لعيبه كتير بقى، حاول بقى روتيشن. طب هو كولر دايما يقول لك التدوير التدوير التدوير، هو بيعمل تدوير فعلا الفتره اللي فاتت؟ لا هو التدوير بتاعه حاسه قليل قوي مثلا يعني، كان بيعمل اكتر يعني. هو النهارده في اتنين لعيبه، ويعني هو التدوير النهارده ايه؟ مروان اللي دخل على الفرقه، وعلي معلول مكان الدبيس، وغيابه كان لسبب، وعلي كان غايب لسبب مش انت اللي مريحه يعني. بس يعني في لعيبه وكوكا يعني، لو انا جيت اقارن وحسين الشحات وكوك يعني، حسين رضا سليم كان بادئ الماتش اللي فات فدخل مكانه حسين، وكوكا كان بادئ دخل مكانه مروان، وياسر كان بادئ دخل مكانه عبد المنعم، بس ياسر كان لاصابه عبد المنعم، الباقي كله يعني حاجات مش اختياريه يعني. هي الغيابات اللي كانت قبل كده كانت اجباري، لعيبه لعيب ما سافرش، لعيب مصاب، فهي كانت حاجات عاديه. انما هو اختياراته هو، لا انا بشوفها الفتره دي يعني هيبان برضو من ماتش سان داونز في تدوير ولا لا. طب يعني انت شفت ماتشات سان داونز الاخيره بتاع ماتشين مترو اتلتيكو؟ هي فرقه مميزه، بس في نفس الوقت عندها المشاكل الافريقيه الدايمه، الديفنس والوقفه الغلط دي. اعظم اللعيبه الافارقه حتى لو بيلعب في احسن نادي في اوروبا هتلاقيه واقف غلط. هتلاقيه عنده حاجات كده بعض. الراجل كوليبالي بتاع نابولي دلوقتي في الهلال، هتلاقي الموضوع مليون يورو، هتلاقي في حاجات كده، في لقطات معينه للعيب الافريقي خصوصا الديفنس. لا يعني ليه وقفه غلط، ليه بص تلاقيه مد الكره للفرود، تلاقيه بيتحرك غلط، عامل تاكلنج في توقيت غلط بشكل كبير. زي الراجل النهارده اللي اتطرد في اول دقيقه. هو اصلا شوف الديفنس بتاع سان داونز واقف ازاي، ده اول دقيقه في الماتش وانت واقف الوقفه دي. فاللي هو ايه، لا انا بشوف فرقه سان داونز فرقه كبيره، فرقه بتلعب كوره، بيعتمدوا على النقل وحلاوه لعبهم او حلاوه ادائهم ان هم قريبين من بعض، بيلعبوا السهل. انت معاك الكوره بتلاقي اتنين تلاته حواليك يدوا لك حلول، ده اللي بيخليهم شكلهم حلو في الملعب. انما في نفس الوقت هم مش عايزين قصور يمرنهم دول. ده يعيش معاهم، يعمل شغل جامد. لا هي يعيش معاهم صح، فرقه كوره طبعا، يعمل معاهم شغل جامد. هي فرقه كوره بس برضو زي كابتن سيد ما بيقول، الديفنس عندهم مشكله، واجيال ورا اجيال يعني. الكلام ده مش الجيل ده ولا اللي قبليه ولا لا، على طول. بس هم برضو عندهم هجوم قوي جدا. لا فرقه كوره يعني، السرحان اللي كان عليه ديفنس الاهلي الماتشين دول ما ينفعش. لا لا ما ينفعش الكلام ده، لا الكلام ده ما ينفعش مع سان داونز، ما ينفعش المساحات كمان، المساحات دي يعني. انت في ماتش سان داونز، ايه اللي جد بمناسبه يعني، ايه اللي جد على الاهلي السنه اللي فاتت عن الاهلي السنه دي؟ لا هو مش السنه اللي فاتت، هو الماتشين دول بس. هو ايه اللي جد من بعد التوقف؟ يعني ايه اللي حصل في التوقف ده؟ بالعكس انت ناهي بشكل كويس جدا قبل التوقف، واللعيبه معظم اللعيبه اللي ما كانتش موجوده حتى في النادي كلهم لعيبه منتخبات، فرحوا منتخباتهم يعني. دي حاجه بتزودك مش بتقلل منك، فالطبيعي ان انت بترجع بتركيز وبحالتك الفنيه زي ما هي. الغريب ان انت كله راجع لا مش في حاله فنيه كويس. ممكن تقول لنا تشكيله الاهلي قدام سان داونز؟ لا يعني هي مش هتختلف. الافضل يعني اللي انت شايفها افضل يعني، هو الشناوي طبعا، هاني الديفنس معروف، هاني رامي وعبد المنعم او ياسر مكان رامي، بس على حسب الراجل شايف ايه. بس واضح ان هو عنده ثقه في رامي الفتره دي. الفتره دي علي طبعا، علي طبعا. نص الملعب لا، لازم تلعب بقى بالطريقه اللي كنت بتلعب بيها قبل كده، اللي هو ثلاثه في نص الملعب. يعني ده الماتش بقى اللي محتاج ممكن اتنين شبه بعض، اليو وكوكا وامام مثلا، ولا اليو ومروان. امام بناء على الكلام اللي الراجل قاله اكيد مش هيلعب. يعني بناء على الراجل كلامه النهارده اكيد الماتش الاولاني مش هيكون ممكن موجود، ممكن يكون قاله يعني بزنقه تصريحات اسئله. لا بس خلي بالك النهارده ايه، النهارده الثلاث من الحد، بس هو هيسافر اكيد امام، بس ثلاث من الحد يعني. انت بتتكلم هم رايحوا النهارده، هم ثلاث تمارين، هم ثلاث تمارين اللي موجودين، فانت صعب فيهم هتدخل تمرينتين. خميس جمعه سبت. فانت صعب جدا. فهي المتاح بالنسبه لك هتلعب اليو ديانج طبعا، مروان، وهتزود عليهم كوكا ممكن مكان قفشه. يبقى عندك الثلاثه موجودين في نص الملعب. ممكن تبدا برضا، وممكن بيرسي تاو برضو في بدايه المباراه،
وكهرباء لان هو المتاح برضه بالنسبه لك اجهزه يا صلاح محسن. يعني رضا ناحيه الشمال وبرس التوب في اليمين وكهرباء. وكهرباء. وهيبقى معاك بره حلول كتيره جدا اللي بتستخدمها الفتره الاخيره بس. بس انت نقطتك ان انت اهم حاجه اهم من الاسماء حتى ان انت مساحاتك تبقى ضيقه. الفرقه دي بتعتمد طول ما تسيب واحد ضد واحد يعني لو سبت هاني لوحده هتلاقي اتنين لعيبه من صن داونز بينقلوا عليه الكرة، تسيب علي لوحده هتلاقي اتنين لعيبه، هتلاقي زياده عدديه كبيره جدا، هم دي طريقه لعبهم ودي امكانياتهم، فانت حاول تبعدهم عن النقطه دي اللي هو الكرة ناحيه علي فلازم مروان او كوكا، واحد بيساند مع كرة ناحيه هاني نفس الكلام، اليو ديانج او مروان موجودين، مروان عطيه واحد من اهم اللعيبه في الماتش ده. انت لازم تبقى قدام الديفنس عشان ما تلاقيش المساحات اللي بتروح بين السردباكات، لان هم اصلا صن داونز يعني الاجوان اللي جابها فيك الفترات الاخيره بيعمل ايه؟ لو ينقل الكوره بيوصل بيها من على جنب من الاجناب او تلاقيه من على ال 18 شوطه هم بيشوطوا في ماتشاتك خمس ست كور وجابوا منك اجوان بالطريقه دي، انما حتى انت وانت حالتك مش كويسه كنت بتجيب فيهم اجوان. والنادي الاهلي برضه بيعرف يتعامل معاهم في الادوار الاقصائيه، ممكن في دوري المجموعات الموضوع بيختلف بيبقى صعب شويه. الكابتن سيد قال يرجع تاني ثلاثه مدافعين في نص الملعب. الاهلي افتقد حمدي فتحي؟ اكيد طبعا، لعيب ليه ستايل مختلف. ليه ستايل؟ هو ما فيش لعيب شبه لعيب، بس هو يعني امام حاجه وحمدي فتحي حاجه ومروان حاجه، لكن حمدي فتحي تحس كان عنده حلول. لا لعيب كبير طبعا. الاهلي افتقد حمدي فتحي يا كابتن سيد؟ مش حكايه افتقد، هو الاهلي حول طريقته لحد تاني، يعني هو في وجود امام كان الموضوع ماشي بشكل كويس. يعني ان انت نقلت نفسك نقله، امام نقلك ان هو بيدافع بشكل كويس وبيهاجم بشكل كويس وبيقوم بالدور حتى اللعيب رقم 10، يعني هو حتى هو ثالث في نص الملعب عمل جوان خلال الفترة الأخيرة، لعيب بيشوط، لعيب بيروح واحد ضد واحد، فالأمور كانت ماشية بشكل كويس. هما الماتشين دول اللي بان شوية تأثيرهم عشان إمام مش موجود، فدي النقطة. إنما حمدي أنا بشوف إن هو كان من أهم اللعيبة وخصوصا خلال الموسم اللي فات مع كولر، يعني واحد من اللي نجحت طريقة لعب النادي الأهلي، واللي برضه كولر رجع حمدي فتحي بشكل قوي وحطه في حته ما كانش موجود فيها، وهي ان هو بيدافع بشكل كويس وبيهاجم كمان وبيجيب اجوان. طيب عموما خلاص هو الماتش خلص بكل مساوئه زي ما قال كابتن سيد وكابتن خضري انه الماتش للنسيان، وهنشتغل على ما هو قادم، وان الاهلي محتاج يستعيد تركيزه عشان بيقابل منافس قوي زي ما بيقول دلوقتي اسمه الكلاسيكو افريقيا دلوقتي. الاهلي لما بيلعب صن داونز ده كلاسيكو افريقيا، وان شاء الله الاهلي يخرج بنتيجه ايجابيه تساعده في مباراه العوده. ماتشين صعبين جدا الحد والاربع، وده فتره زمنيه قليله جدا. ننتقل للزمالك. انتقل، انا قلت نسيت الزمالك ولا ايه؟ هو عشان النهارده الاهلي الماتش يعني فهو الحدث النهارده اكيد طبعا. لا يعني طبعا انما الزمالك المجلس خلاص استلم والامور استقرت، واعتقد اعلنوا كمان ان في مجلس اداره هيعقد. يعني هي طبعا ميزة المجلس ده انت عارف يعني ايه، واخد زي يقولوا التحصين من الناس او من الجمهور. الناس كلها عايزينها تنجح، الناس كلها واقفه في ظهر المجلس ده. ما تسال الاهلاوي قبل الزملكاوي يقول لك لا احنا عايزينهم، احنا بنساند فيهم. فالاجواء مهيئه، مش الفلوس مش كل حاجه، هم في فلوس موجوده دلوقتي او كام ده، بس الاجواء دلوقتي يعني فلوس موجوده. في فلوس طبعا. في ايه بقى؟ في يعني فلوس. قالوا ارقام؟ لا يعني مش ارقام، يعني يمكن لا ما كان في قبل اللي هي فك الايقاف بتاع شيكابالا كان في اربع رجال اعمال اعتقد اربعه بالرغم مبالغ كانت بدولار حتى مبالغ انت عارف الاسماء مبالغ كبيره جدا، فدي نواه حتى لو مش هتبقى شيكابالا دلوقتي نواه ان يبقى الدنيا يمشي الدنيا. يعني عايز اقول بس ان فرصه العمر بالنسبه لهم ان الراي العام مساند، ان الناس مساند، ان الجمهور وده جديد مساند، ان العمليه عارف صفحه بيضاء يعني النادي فاضي. اي حاجه تترمي هتبان، اي حاجه تعمل، اي حاجه
انت عارف يعني تبتدي تلعب كده هتبان اي مجهود هيتم اي حاجه. لا ده مش مجهود اي من غير مجهود اي حاجه هتبان. فدي فرصه ذهبيه الناس كلها مسانده فيها. واتمنى اتمنى اتمنى ان ما يبقاش في طعون. انت بتقول ممكن يكون غير كده. بتتمنى ولا عندك خبر ان فيش طعون؟ لا ما عنديش خبر. لا انا عندي خبر العكس بس مش عايز اقول لك ان العكس ايه؟ ان في طعون؟ ممكن الاسبوع الجاي او الاسبوع الجاي تلاقي بديه وطبيعي. انما لغايه النهارده ما حدش قدم. لغايه النهارده ما فيش ولغايه بكره ممكن ما فيش. لكن انا بس ممكن في ناس قالت هتقدم؟ انا معلوماتي ممكن يبقى فيه وده طبيعي. انا بقول اتمنى ان الناس كلها تحضر. مش مشكله طبعا هتدخل في مواويل ثانيه. ما انا بقول احنا الناس دي كله عايز يقف معاهم. فانا بقول اي حد ما لهاش اي لازمه. ليه الطعون؟ ليه دلوقتي؟ ليه مساند؟ انت حتى بتشوف العلاقه اتغيرت. قصه دعوه تهنئه النادي الاهلي وبقي الورد النادي الاهلي ورد كابتن حسين لبيب وانه بيدعو كابتن محمود الخطيب ومجلس الاهلي. ده تطور غير عادي. تطور غير مش عادي. مش بس رد النهارده في بيان. ايوه ما انا بقول ما الدعوه يعني. اقرا بس البيان. فضل. هو نادي الزمالك وجه الشكر للكابتن حسين لبيب. كابتن حسين لبيب يعني مجلس اداره الزمالك بقياده الكابتن حسين لبيب وجه الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي وللكابتن محمود الخطيب وقال في البيان ان مجلس الزمالك برئاسه حسين لبيب تلقى بكل الامتنان تهنئه النادي الاهلي بتولي المسؤوليه. وعبر مجلس الزمالك عن تقديره لهذه المبادره الطيبه ووجه الشكر الى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب. قام مجلس الزمالك بتقديم دعوه لمحمود الخطيب رئيس الاهلي لزيارة مقر نادي الزمالك تأكيدا لقيم الروح الرياضية ولما فيه صالح الرياضة المصرية. أنا أتصور إن الدعوة دي هيتم الاستجابة ليها بعد كابتن خطيب ما يرجع من الإمارات وهتبقى تطور غير عادي. المشهد هيبقى غير عادي مهم. غير عادي تطور. أنت عارف ده ما يبقى فيه بروتوكول بين الأهلي والزمالك معناه إيه؟ معناه إن أسعار اللعيبة هتقل. شحن الجمهور. انا ما بحبش بقى ايه. لا انا ما بقولش نزود في التفاؤل. لا 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 لا, لا يا فندم انا ما بقولش ان هو كده. انا ما بقولش ان هم يقعدوا يلعبوا جم مشترك. لا انا بتكلم انا بقول ايه في صفقات بتتم اللي عنده ولا بتتمش في عند ماشي. ما انا بقول لحضرتك حاجه. طب اكمل طب. اللي عند ده لو بعد هتلاقي اكيد الاسعار هت ده بتبقى اتفاق ودي يعني كده. طيب لكن بروتوكول يكتب في ورق. مفيش حد هيكتب في ورقه. انا ما قلتش هتكتب. انا ما قلتش يمضي انه مش هيجيب لعيب. لا 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 انا ما قلتش. مش هي... لا لا ما قلتش. امال البروتوكول هتكتب في ايه؟ لا 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 يعني هو لازم بروتوكول. وانا بقول اقعدوا يمضوا بالاحرف الاولى والكلام ده. لا بروتوكول اتفاق ده كلام ان خلاص. لا انت اما تلاقي يا فندم كان في مرهقين ماديا. يا فندم خد بالك الناديين مرهقين فعلا ماديا جدا. هي صفقه كهرباء تمت ليه؟ ما انت ودي بترد بعند ودي بترد بعند. انا قصدي الناس لو بقت العلاقات كويسه وبقت حاجه كده هتلاقي الحاجات دي. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. اذا الاهلي والزمالك اتفقوا على مثلا ما يخشوش زايدوا على لعيب، طب ما هو بيراميدز هيخش يشتري ب 40 مليون. لا 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 لا, لا ما هو بيراميدز لحظه واحده. هو مين كان عايز بوبو؟ الاهلي. هل الزمالك اللي كان بنفسه؟ لا لا الوضع لا الوضع يختلف. الوضع يختلف. بيراميدز دخل اخر. انت بتسالني وبعدين تقول لي لحظه واحده. ما انا بقول لك عشان وجهه نظرك. طيب ما انا يعني مثلا هنفترض الاهلي والزمالك هنفترض مثلا هديك اي مثال مابولولو. انا بقول اي يعني مش ده ان ده هيحصل يعني. طب احنا بنقول لهم ما تزايدوش على مابولولو عشان خاطر الاسعار. طب ما يخش بيراميدز. ما هو بيراميدز مش هياخد كل اللعيبه اللي في مصر. زيد مش هياخد برضه اللعيب وهو بيبص اهلي الزمالك غير ما. طب امام عاشور يا فندم. يا فندم بيبقى عليك كلام. امام عاشور كانت فلوس زاد اكتر من الاهلي. لا في الاهلي والزمالك قصه بتفرق مع لعيبه معينه مع اغلب. انا بقول ايه؟ انا ما بقولش ان هي العمليه هتبقى وردي والعمليه هتبقى جنه. التوتر هيخف بنسبه كبيره. انت عايز البروتوكول يبقى مهم في ايه؟ ما ياخدوش من بعض بس. هي دي ده ما تقولوش ايه ما بس. مش هيعرفوا يعملوا على ما هو دلوقتي برضه البروتوكول مش هيبقى في كده يعني. ما فيش حاجه اسمها يعني لعيب مثلا الاهلي او الزمالك وقدامه ست شهور ومتاع. بس انا مش ماضي ورقه والله. لو لا مش لو اتعملت حاجه وديه اي لعيب في الاهلي والزمالك. ما هو اي لعيب في الاهلي عايز يجد انا هيروح اروح الزمالك. لا يروح. لا 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 يا لعيب من الاهلي ولا من الزمالك. ما لو مش هتديله فلوس اللي مرضيه. ما هي الفكره في يا سيدي روق بقى. انا الفكره في حاجه. ما هي بتبقى ضغوط على ادارات الاهلي والزمالك في ايه؟ الجماهير.
الحق ده يروح الاهلي، الحق ده يروح الزمالك، لكن لو راح بيراميدز ولا حد يفرق معاه، هي مش في لعيبه لعب بيراميدز ولا حاجه. هنفترض عمرو السوليه بيقولوا عقده يخلص السنه دي. اما الزمالك دخل في الصفقه، فتوح عقده يخلص، الاهلي دخل في الصفقه. فانت بتقول مين المستفيد؟ اللعيب. بس. حلو، بس انت قلت ايه؟ خلاص انا الاهلي مش هخش بفتوح والزمالك مش هخش بالسوليه. حلو حلو. بيراميدز دخل اخد. طب حلو. ولا بص، طب يعني عمرو السوليه لو بيراميدز دخل جمهور الاهلي عادي. يعني مكان احمد فتحي راح. طب وعبد الله سعيد راح واسامه نبيه راح. لا 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 لا. وسيف جعفر بس راح. عادي. ما دي كانوا نجوم فعلا. ايوه ماشي، بس هي مع الجمهور. اما اللعيب بيروح من الاهلي. يعني اللعيب يمشي من الزمالك بس ما يروحش الاهلي. طبعا بيراميدز. طبعا. ويمشي من الاهلي. انت فاكر ان جماهير انت فاكر ان جماهير الزمالك ان لو امام عاشور كان راح بيراميدز ما كانش هتفرق. ولا يعني انا جمهور الاهلي مش عايز اللعيب يروح الزمالك. طبعا. مش عايز اللعيب يروح. طبعا. ده احنا كان من اول بيراميدز. لا 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 والله بص لا لا قصه مختلفه. وبعدين خد بالك في خن قاعد في برضه وليد دعب سرقت في الدوره هتبص تلاقيه هيظهر الفتره الجايه برضه بالساحه. بس يعني لحد ما لا وزد وفاركو. لا ده زد قصه ثانيه كمان زد يعني. ده زد ده موال. لا ده موال عايز حلقات. عايز حلقات يعني بس ان يعني انا ما حدش يزعل مني. الراجل اللي بيخرج المباراه يعني ما ينفعش ان يبقى في ضرب جزاء ولا حاجه على زد ما يعيدهاش. ما ينفعش يعني لازم. إن كان ما جابوش الكابتن حسين لبيب و900 ضربه جزاء لغايه دلوقتي. كان ما جابوش كابتن حسين لبيب تخيل. يعني تخيل الزمالك وسموحه اول مجلس حضور جديد لمجلس منتخب. مفيش لقطه. مفيش لقطه على المقصوره. مفيش لقطه على المقصوره. ده اخراج ازاي؟ ده حتى لا من غير اخراج اعتبره خبر. يعني في بعض الاحيان الكاميرا بترصد خبر. يعني مثلا لو في حد حصلت في الملعب مناوشات كاميرا بتجري ليه؟ لا ده خبر بتنقل الصوره. فوجود مجلس المنتخب الجديد بقياده كاس طبيعي الكاميرا تروح لانه ده خبر. مش لازم يا عم كل خمس دقايق تحط الكاميرا وهم بقى بيعملوا كده ولا خلاص اوكي. بس ارصد الخبر ده لازم. صح ولا غلط؟ ده بديهي. بديهي ده اول جديد. اول حضور منتخب خد بالك قبلها بيوم والفجر النتيجه معلنه والماتش بعدها ب 10 ساعات يعني اول يعني حضور الناس عايزه تشوف ايه مين اللي قاعد يعني قاعدين ازاي. لا وكنا ميديا مش مقصود. مش هقدر اخش النوايا يعني ما اقدرش اخش النوايا اقول مقصود. ما هي لو مش مقصوده تبقى يعني مش عايز انقل لفظ يعني كارثه اسهل. تبقى اسهل. ده يبقى جهل. يبقى جاهل يعني. انت البديهي ان انت بتبص في حاجات غريبه كده. لا بس اللي مش غريبه اللي ضربات الجزاء والحاجات دي. خد بقول لك زد تجيله ضربه جزاء ما تتعدش خالص. لا والله. والله المخرج ما يشوفش. يعني طبعا عايزين نشوفها. عايزين نشوفها. كابتن زيك. عايزين نشوفها. ما بياخدش باله من حاجات دي. عايزين نشوف. ما شفتش الماتش بصراحه. لا انا بركز. انا بركز. انا بركز. شفت لما جبنا سيره زد ممكن يشتري اللعيبه من الاهلي والزمالك وزايد دوسنا على الدم اللي عند الخضري. لا اصل انت يعني ضربات جزاء كتير قوي. طب مش وقت زد دلوقتي. لا ما انا بقول لا ما انت اللي قلت يعني. لا يبقى الفرق الانديه كلها لا ضربات. انا ملاحظ وواحد يطلع يعمل احصائيه يساله اسال الاعداد كم ضربه جزاء زد دلوقتي. يا ريت يجاوب في الاربع ماتشات. يا ريت يجاوب. 14 صميت في اربعه. هو ينفع كده يا جماعه؟ بس كلهم صح ولا غلط؟ والله الله اعلم بقى. ما بيعدوش. شفتهم؟ ما بيعدوش. كابتن توفيق السيد دخل معانا في مداخله قال اتنين صح واتنين غلط. اتنين صح واتنين غلط. كابتن توفيق السيد كان مين الحكم؟ السيد منير. ما انا بقول لك ما هي انما كابتن توفيق السيد قال كده. قال هو اللي قال يعني هو المحلل. مش ايه؟ مش اصل الناس هتزعل مني يعني. انت يعني ضرب يعني اخر في ماتش المقاولين ده يعني ملهاش علاقه بضربه الجزاء خالص. طب عيد يا سيدي. طب الفار يتدخل. طب الاستوديو التحليلي بيحلل. مفيش. ماشي يا خضر. شكله عايز يمرن زد. ايوه القصي قال لك انت عايز تمرن. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا صاحبي. ونشوفك قريب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن احمد الخضري شرفتنا ونورتنا. لا الا لو رحت اتدرب زد بقى يعني هعتذر. نراك قريبا ان شاء الله. وخدنا معاك يا عم. تنور. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.